سلسله مشروع ضخم يعني هذا مستهدف كبير. توقفت المصفاة تماما عن العمل نتيجة لتعرضها لضرب موقع في مفاصلها أدى إلى شلل تام في المصفاة وتوقف عملية الإنتاج. التوقف دام كما أسلفت أكثر من 6 شهور، وتوقف الوحدات الإنتاجية بحد ذاته بدون أي ضرر ممكن يؤدي إلى أضرار كبيرة جدا نتيجة التوقف اللي نتيجة تعرض المصفاة للوحدات الإنتاجية للعوامل التعرية الكروجن والإيروجن. لذا بعودة الحياة إلى عدن باستقرار الأوضاع تمكن كوادر عمال المصفاة من العودة إلى العمل وشمرنا عن سواعدنا ومن كل الوحدات من كل الإدارات وتم صيانة وإعادة ترميم الكثير من الأضرار التي تعرضت للمصفاة.